اعلانهم السابق بالصغيرات عليهم باقون، وسيتم اضافه 3 أشخاص اخرين، نائب عن المنطقه الشرقيه ونائب عن الجنوب، بالاضافه الى وزير دوله عن الجنوب. الحكومه طبعا سيتم اعتمادها اليوم، ستاخذ 40 يوما لتشكيل باقي اعضاء الحكومه مجموعه الوزراء، وستباشر اعمالها ان شاء الله بعد 40 يوم. بغض النظر عن ضمانة الدولية، في توجيه ضربات وعقوبات، لا نحن لا نتحدث على عقوبات وتوجيه ضربات وعقوبات للأشخاص الذين سيعاقلون. هذا الاتفاق يسير في طور اتفاق حقيقي لبناء ليبيا حديثة، سنحاول جميعا، والهدف منه هو الحد من النقاط الذي في الدم والنقاط الخلاف اللي كانت موجودة وسببت هذه الأزمات. يعني التعويل الحقيقي على أبناء ليبيا في حدات من الليبيون أنفسهم، ومن ثم ضمانات المجتمع الدولي ودعم المجتمع الدولي هو شيء مهم في وصول هذا الاتفاق من أصله، والدفع بقدرات الدولة الليبية وبناءها بشكل حداثي وشكل حقيقي يسمح بتطور بلدنا. جئنا هنا للمغرب لأجل الاتفاق السياسي النهائي، والذي يجب أن يكون شاملا أسماء الحكومة التسعة، وأيضا الاتفاق النهائي الذي تمت التوصل إليه عبر سنة كاملة من الحوارات المختلفة. الحقيقة الآن هناك بعض الأسماء غير متوفرة، نأمل أن يتم الاتفاق عليها سريعا، لأجل الانتباه أن الشعب الليبي حقيقة أصبح يعاني، والدولة أصلا أصبحت في خطر. يجب أن يتفق الليبيين جميعا، ويجب أن نعلم بأن هذه الحكومة أمامها تحديات كبيرة يجب أن تضعها في الاعتبار. هي يعني لا يعتقد الناس بأن استلامها سوف يحل مباشرة المشاكل، هناك تحديات كبيرة أمنية، اقتصادية، اجتماعية أيضا. يجب أن تكون هذه الحكومة تستغل لكل الوقت، يجب أن تستعين بكل فئات الشعب الليبي لكي تنجح. هذا ما نريد أن نؤكد عليه. الجميع اتفق على أن المخرج الحقيقي هو الحوار الليبي الذي بإمكانه أن يبني الدولة ويبعدنا عن كل هذه الانقسامات التي شهدها الوطن في سواء في النواحي السياسية أو حتى العسكرية، التي سببت إلى حد ما في انقسام داخلي. نحن جميعا نرحب بكل هذه المسارات للحوار، ونرى بأن هذا الحوار والذي يسير الآن بخطة ثابتة ونحن في لحظات الأخيرة للتوقيع على هذا الانطلاق السياسي، هو حوار ليبي تم من خلال كل الأطراف التي كانت حاضرة وداعمة، سواء من ممثلين للمؤتمر الوطني أو لمجلس النواب، وكذلك للبلديات وللمستقلين، وكان برعاية وتسيير من بعثة الأمم المتحدة. والله ناظم الشعب الليبي طبعا ان اللي يعاني في المشاكل مش الا الناس السياسيين، اللي يتعب هو المواطن، وتعذب المواطن، هذا اللي يهمني هو المواطن، لان نحن كبلديات نحن هو الوجه الاول المقابل للمواطن، هو نحن اللي نعاني في مشاكل المواطنين، نحن اللي خففنا ممكن على الحكومات الاثنين اللي في ليبيا، خففنا عليهم كبلديات، خففنا عليهم المشاكل كثيره جدا، بغض النظر على عدم وجود ميزانيات للبلديات وعدم وجود دولة راكحة في ليبيا. فيعني نتوقع نحن إن شاء الله أن ليبيا تخرج بحكومة، نعرف مع من تحدثوا في المستقبل تكون حكومة واحدة.